صباح الخير يا وقيه الخير، صبحكم الله بالخير والعافية. صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم بارك عليه. شوفوا ما شاء الله اليوم طلعنا، وين رايحين؟ رايحين البخا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. والآن نحن وين؟ نحن الآن بالنشمة فط العين، بعد العين. شوفوا المنطقة كذا كلها هنا صافية ما شاء الله. القيادة بسام يا وسام الربوعي. ها هيا يلا تمام تمام هي يلا اطلعوا الصورة بعدين يا عتمي، ما لا لك إلا اليوم أحلى صورة. الشيخ زياد ايش كسر قليل دعاس البطه خلاص طفي طفي خليوها تبرد قليل. ربنا ما كتبش، الحمد لله ان احنا هذا نحن في البيرين هنا. عادي عادي يا جماعة الخير، قدر الله ما شاء فعل. يا سام آه. هيا فوق. الله كريم الله كريم. كيف حالك حسين؟ وهذا شكل كيف؟ مريرة قطت في رجلي. بعد برا. راح يصلحين. على الله على الله. هذه نهاية المخا يا عم زياد. شوفوا نهاية المخا فين؟ السيارة تمشي سحبة. يلا عادي عادي. مرتاح؟ ها؟ قد كنت نايم. ايش اللي خلاك تقول لي بنروح المخا؟ ها؟ ايش اللي خلاك تقول لي ايش؟ انتوا دارين الان احنا وين جالسين؟ انا فوق السياره. ها؟ شوفوا 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 واحد اثنين ثلاثة. شوفوا 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 هذه نهاية المخا. بس والله العظيم استمتعنا بالتعب هذا كله. عادي لكني طلع حلوة عادي. طبعا اللي عزم زياد هذا. هذا هو شي رقم كلبن فوق الشاصي. المهم يا جماعة الخير قدر الله ما شاء فعل، وكانت طلعة حلوة صراحة وتعبنا. ايش ايش والله بتجلس معانا بتجلس جلس. شوفوا هذه السيارة حقنا. رجع رجع خليل الخبطة هنا. شوفوا المهم. ها يا اخي شارح انتبه له. لا تنتبه لهش، انا وانت كلنا سوا ولا بطل. الزرار ابتسام انت تهم الزرار. هيا اول سياره الله. ها اخر مره بحياتي امشي بعدك بعد هذا الادمي. كتبنا كلنا مالكم. يلا عادي عادي. ايش الذنب اللي عملناه؟ مساك الله.
كل مكان. زياد اخي كان داخل صعد. الله عليك. هذه شمس شمس. هذا عذاب. احسن رب البيت ان احلى رحله. بس ما نعيد يومين ثلاث نعيده لازم. انا صفر لازم نعيده. ذكريات. الاخ عبد الخالق والاخ سعد والاخ امير والاخ بسام والاخ عبد الله. بسام رئيس ال من ما باقي وراه. يا هذا العذاب. الخبطه ابتسقت. طلع طلع بس. وين؟ تمام هذا شوف لوت انا داري كما كلهم بس خمسيه. ايه حقيت بمسك كذا واختلع. يعيشوا عاشوا عاشوا. ايجا ايجا هذا مش انا كذا شامو وانا خاطر. دلا دلا دلا. نعم الحديده فلتة بالطريق. والله فلتة بالطريق. انا فلتة ولا تغر معاك. ايه هناك هناك. يا اولاد ما حصلش حديده. يا هذا العذاب. خلوكم مع الاقوى معنا بس. الحق هذا تبع السواق هذا. كيف الشربط هذا يا حق صلى على النبي. المشكلة مكان زفت. نعم الحديدة فلتة بالطريق. والله فلتة بالطريق. الله اللي ماسك الخبطة. بالطريق. كيف؟ أين الحديدة فلتة؟ أين؟ أين فلتة الحديدة؟ أين فلتة الحديدة بالطريق؟ نعم الحبل هذا بيسحبه؟ ها؟ بالطريق. فلتة بالطريق. الحديدة أين فلتة؟ بالطريق. أين فلتة الحديدة؟ ما بتقيش أخس مني يا حبوب. بغرر لك ساعة انا بغرر لي من ساعة. ايش هذا؟ بوسط الخط ما فيش احد. انت متأكد انه الحبال هذا بيسحبوها؟ ها؟ يا بعد اللبة 50%. والله 10% ما
مش الحديده فلتها. يا رب يا كريم. ايش العذاب هذا؟ ها؟ باقي لنا شويه ونوصل نقطه الهنجر. بدايه الدخول لتعز. رباط خلاص. يلا يلا هيا. تمام تمام. يلا اذكروا الله قولوا بسم الله. ما باقي الا القليل. الحق اليوم مناضل. ايش يقرب لك عدنان ولينا؟ اخيرا وصلنا بعد عناء وعذاب دامه لست ساعات من بعد صلاه الفجر. رجال قهوه الشيء يطير من الصيف. الحمد لله على السلامه. وصلنا بعد عناء عناء طويل والله العظيم. شوف الناس قد شكر. اقسم بالله عذاب. يلا يلا عادي الحمد لله. خلاص يا اخي طفي 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 يا عبد الله. كيف كان البحر؟ حلو حلو جدا. كزرع السماء بيضاء. كزرع المالديف. تعال تعال. يلا تعالوا الان وقت الحساب. مجاني طبعا. الان وقت الحساب. خلاص يا صديق. اي خدمات اي اوامر. الله تعالى شكرا. اهم شيء الحديده فلتها بالطريق. ان شاء الله. يلا. بالطريق وصلنا على صلاة الظهر. صلاة هذا جامعنا.